السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين الفيديو اللي داره وين شاهدنا بالدليل حقائق صادمة عن أسوأ نسخة للمنتخب الجزائري من 2020 إلى 2024 مع الأستاذ أحمد كافي ديزاد كافي فود. ان شاء الله بربي تسمعوها معنا. حنا نقول لكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم، وتسمعوا معنا. ونطلب طالب من الاخ احمد كافي فوت، ماذا بيك دينا فيديو على القائمه تاع الايفان 3، باك ما يكونش باك ما راش على باك بها، تاع الايفان 3 اللي لعبوا امام غانا تاع اللي تاليمينينا. ما روحناش لعبنا كوب دافريك في المغرب اللي تاليمينينا. هذوك اللعابه اني باغيك تهضر عليهم في طوعنا، ندير عليهم فيديو خاطش نقول مين جابوهم. هذوك اللعابه كانوا منتمين للشركه يعني تاع لي ماناجير في فرنسا في باريس، شركه وهميه كانوا دايرينها، مؤسسه وهميه يبيعوا بها ويبزنوا في اللعابه، واللعاب اللي يعجبهم يدوه القطر الى اخره. جابوهم هنا يلعبوا في الانديه مغموره، مكاش كاع انديه اللي لعبوا فيها، جابوهم لعبوا مثلوا المنتخب الوطني مكاش كاع. حتى المدرب اللي جابوه كان تابع يعني الشركه تاع لي ماناجير في قطر. انا نقول لكم هذاك اللي جابوه ما عرف كيسموه، هذا ولد علي عباس ولا ولد علي ولا ما عرف كيعيطوا له، هذاك اللي جابوه كان قالب الايفان 3. هذه باش ديرها لنا الاخ احمد، عارف اللي تجيبها. اسمعوا واش هضر. الجزائري واخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بدايه ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصحه رمضانكم وصحه سحوركم وصحه فطوركم. افضل منتخب واجهه بالماضي يحتل المركز 38، سمعوا هو الكاميرا، ركز مليح احواله وفاز علينا ومع ماذا بكم. ركزوا مليح في كلام وانا غادي نسكت، خلوا هو يهدر. لونجو اللي هو التأهل، يعني بالماضي فشل في التحدي تاعو مع المنتخب. الآن هذه شوف، راح نقسم لكم المنتخبات إلى ثلاث أصناف، منتخبات تحت المركز فوق 50 أو أقل من 0 ل 50 أو من 1 ل 50، من 1 ل 50، من 50 إلى 100، ومن 100 ل 150، ومن 150 إلى 200. المنتخبات اللي واجهها بالماضي المباريات الرسمية. بالماضي قلت واجه الكاميرون منتخب وحيد الترتيب تاعو قبل ال 50، هو الكاميرون يحتل مركز 38، يعني افضل منتخب واجهناه في مباراه رسميه الكاميرون 38 وخسرنا معه التحدي، هو تاهل وحنا اقصينا. صح. نروحوا للتصنيف الثاني بين 50 و 100، واجهنا الكوت ديفوار اللي تحتل المركز 56 في اسوء احوالها، خسرنا معها بثلاثه. وبعدها واجهنا بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم اللي تحتل المركز 60، واجهناها خارج الملعب نتاعها، يعني ما واجهناهاش في الملعب نتاعها، خسر او تعادلنا معاها 2-2 في بلادنا و1-1 في بلادنا، في بلادها ادينا نقطه وداو نقطه. لو كان ذهب واياب كنا كانوا لانه سجلت علينا 2 في بلادنا 2-2. صح. هاي بوركينا فاسو سجلت علينا 2، واجهناها خارج الملعب نتاعها، يعني ما واجهناهاش في الملعب نتاعها، خسر او تعادلنا معاها 2-2 في بلادنا و1-1 في بلادنا، في بلادها ادينا نقطة وداو نقطة. لو كان ذهب واياب كنا كانوا هما يكاليفو، لانه سجلت علينا 2 في بلادنا 2-2. هاي بوركينا فاسو سجلت علينا 2 في بلادها ادينا نقطة وداو نقطة. لو كان ذهب واياب كنا تاليميناو، لانه سجلت علينا 2 في بلادنا 2-2. هاي بوركينا فاسو سجلت علينا 2، كان اداء مخزي، اداء سيء في مباراه مصيريه، وين راكم اللي راكم الان يعني تتنادبوا علينا في مباراه وديه مع جنوب افريقيا سجلت عليكم ثلاثه. بوركينا فاسو وجانا في كاس افريقيا الاخيره وهو منتخب اقل من المتوسط، والدليل يعني اقالوا فيلود المدرب نتاعهم، هما يحتلوا المركز 61 وتعادلنا معاهم مره اخرى 2-2. الان يجينا اول انتصار للمنتخب الجزائري وجمال بالماضي بعد كاس افريقيا
في مباراة بعد كاس رسمية افريقيا تاع زامبيا اللي تحتل المركز التسعين. بسم الله، أول انتصار لجمال بالماضي لمنتخب يحتل المركز بين 150، يحتل المركز التسعين، فاز عليه في مباراة وتعادل معاه في برا من المباراة 3-3. زامبيا تسجل علينا 3 عادي ومش عيبة، حتى إثيوبيا مع غوركوم سجلت علينا 3 وعادي ما يهمش. بعد ذلك المنتخب اللي جوراك هو منتخب أوغندا يحتل مركز 92، فزنا عليه ذهب وإياب. إذا لم نجي ندير الحوصلة تاع المنتخبات اللي بين 50 و100، فزنا في 3 مباريات وتعادلنا في 4 مباريات. إذا فزنا بأقل من نصف المباريات، وهذا نشوف شيء قليل، وما ربحنا حتى منتخب كبير، ربحنا برك زامبيا وأوغندا. زامبيا وأوغندا، وزامبيا ربحناها في بلادنا وتعادلنا معاها في بلادها، ما ربحناهاش في بلادنا. وغندا هنا بهدلتنا كأداء. نروح الآن للتصنيف الآخر اللي بين المية والمية وخمسين، هنا تولي السلسلة الوهمية تمشي. أنا باش نبين لكم فقط نوعية المنتخبات اللي ربحناهم، لذلك أنا لما نجي نحاسب بيتكوفيتش نحاسبه بهذه الطريقة. نروح نفصل لك الإحصائيات والمباريات تاع جمال بالماضي، نتكلم عن المباريات الرسمية. لعبنا مع منتخب يحتل المركز 108 هو سيراليون، تعادلنا معاه ما قدرناش نفوزوا عليه. اسمع، لعبنا مع منتخب موريتانيا كذلك يحتل المركز 108 خسرنا معاه، كنا حابين نتعادلوا نحتاجوا تعادل وخسرنا. لعبنا مع الزيمبابوي اللي يحتل كذلك المركز 108، فزنا عليها في مباراة وتعادلنا معاها 2-2 في زيمبابوي. صح. لعبنا الأنغولا تحتل المركز 117 تعادلنا معها ما فزناش عليها. لعبنا مع تنزانيا تحتل المركز 125 فزنا عليها في بلادها وتعادلنا معها في بلادنا. لعبنا مع النيجر في تصفيات كأس العالم تحتل المركز 128 درنا معها انتصارين فزنا عليها باثنين. إذا أمام منتخبات متواضعة جدا وأرقام متوسطة، ما عيش نقولوا عليها واو المدرب هذا لا ما نقدرش أي مدرب يحقق هذه النتائج. إذا يا غلط قولوا لي راك غلط. إذا في هذه السلسلة من 100 ل 150 كان عندنا 7 انتصارات وأربع تعادلات واثنين خسارات، يعني تقريبا النصف ما ربحناهوش. هذا شيء سيء وهذا شيء سلبي. نصف المباريات ضد المنتخبات اللي تحتل المركز بين 100 و 150 ما فزناهمش. بالارقام بالارقام ايها المواطن المواطن الساقي. لعبنا مع بوتسوانا ربحناها الي رتور، ولعبنا مع جيبوتي ربحناها الي رتور، ولعبنا مع الصومال وربحناها. يعني منتخبات مغموره نربحوهم بمدرب تاع الاصغر نربحو عادي عادي، نربحو بالمحلي نربحوهم هادو. اذا هنا رانا نشوفوا ارقامكم، شوفوا امامكم ارقام متوسطه، يعني بالماضي ما كانت عنده ارقام متوسطه بعد كاس افريقيا. يقول في كاس افريقيا الاستثناء وللاسف ما بغيناش نخدموا بها، كنا مركزين على المباريات الوديه برك نربحوهم نربحوهم، لكن من دون صح اخطاء. تقول لي قبل كاس افريقيا جمال، باش نبين لكم باللي كاس افريقيا استثناء، قبل كاس افريقيا جمال بالماضي واجه منتخبات متواضعه في التصفيات تاهلنا بصعوبه ونتائج ما كانتش واو هي الاخرى. لعبنا مع البنين اللي كان يحتل المركز 94، المركز في ذاك الوقت باش نجيب لكم الوقت هذا، رحت تصنيف الفيفا تقدر تفلتريو لاني واو خسرنا 1-0 في ذاك الوقت. البنين كانت تحت المركز 94 واو، فزنا عليها في بلادنا وخسرنا معها في بلادها. لعبنا مع غامبيا اللي كانت تحت المركز 166 واو، خدمنا معها ماتش نيل لا ذهابا ولا ايابا، تعادلنا معها ذهابا وايابا واو الي روتو. ولعبنا مع طوغو اللي كانت تحت المركز 123 فزنا عليها في مبارتين. اذا النتائج انا اشوفها باللي اقل من المتوسط. حنا برس بسيدا كاس افريقيا واللي صفقنا لها كاس افريقيا انني نتكلم عليها ومحترف بها ومفتخر بها، لكن بعد ذلك كاش سمح لي كاش خدمه. الارقام هذو راهم عندكم وانتم تحكموا. اذا ارقام ربي يحفظك ربي يحفظك استاذ. هاكا الارقام هذو مليح، هذو مليح، هذو الصوالح هذو مليح بزاف اولادي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني.